بالنسبة لعيسى عليه السلام لما قال بآية 35 و36 و37، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، لما قالوا أنه عيسى هو ابن الله سبحانه، التسبيح له مش للولد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كمان هون لما عيسى إجا، تعرفوا أنتم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب بآية 30 وجعلني نبيا. تلاحظوا قال إني عبد الله، عبد الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله بسورة النساء، لن يستكبر، يعني إني عبد الله يعني عم اتبع كتاب الله، عم طيعه وعم اسجد له. آتاني الكتاب، كيف عبد الله؟ من خلال الكتاب الإنجيل. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هيك عم يعبد الله، وبرا بوالدتي، هيك عم يعبد الله، ولم يجعلني جبارا شقيا، هيك عم يعبد رب العالمين، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لأنه آمن بآيات الله وعمل الصالحات. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، كيف؟ هذا صراط مستقيم. الإنجيل، الكتاب، هذا صراط مستقيم، هيك العبادة. فاختلف الأحزاب، وبعدين من بينهم اختلفوا، عملوا أديان باطلة، ما بدهم يعبدوا الله يتبعوا قانون الله، عملوا أديان يتبعوا قوانين بشرية. إجانك فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هون بسورة مريم كمان مرة تانية على عيسى عليه السلام. بدي يروح على سورة هود بالنسبة لشعيب، من آية 84 لآية 88. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تنشوف كيف بدهم يعبدوا الله، عم يدعون لعبادة الله. ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. هيدي كل الآيات هلا الثلاثة مفصلنا ربنا كيف بدنا نعبده. بلش وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من قانون غيره، تبعوا بس قانون واحد، كتاب واحد، ما في أديان تاني. ليه عم يدعيهم لعبادة الله؟ لأنه هني بدينهم الباطل، عم يعبدوا دين أتاح لهم أنه يعملوا الفساد. مشان هيك قال لهم عبدوا الله يعني اتبعوا قانون الإصلاح. عشان هيك قال لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان، ما يعطوا الناس حق. هيدي اللي قريناها قبل، الذين يبخلون مرون الناس بالبخل، هول هني عم يحرفوا كتاب الله، ما عم يزينوا بالقسطاس المستقيم، حرفوا الكتاب وعملوا قوانين تاني غير كتاب الله، فأصبح هني نقصوا المكيال والميزان عشان يعثوا في الأرض مفسدين، لأنه عم يعملوا الفساد. هلأ نشوف بعدين، وكمان ما عم يعطوا الناس حقوقها، هيدي لا تنقصوا المكيال والميزان، يعني ما عم يعطوا الناس حقها، ما عم يحسنوا للعالم، ما عم يصلحوا للناس، عم يظلموا العالم البشري اللي حولهم، قومهم، ما عم يعطوا الحق، لأنه ما عم يتبعوا كتاب الله، عم يتبعوا كتب تاني. مشان هيك قال لهم دعاهم لعبادة الله. ليش دعاهم؟ يعني لعبادة الحق، لعبادة العدل، لاتباع العدل، اتباع الحق، مثل ما ربنا قال لما ربنا أرسل الرسول محمد عليه السلام بالقرآن، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من الأديان الباطلة اللي كانوا متبعينها. هذه هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس هني كانوا عم يأمروا بالمنكر وعم ينهوا عن المعروف. مشان هيك إجا ليقول لهم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان، قال لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، عم ينبهون ينذرهم بجهنم انتبهوا. قال لهم ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. شايفين تبخسوا الناس مثل ما قلنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والذين يكتمون عم يكتموا اللي الله أنزل بالكتاب، هيك عم يبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كيف عم يبخسوا الناس؟ عم يصنعوا أديان باطلة فأصبح عم ياخذوا حقوق الناس، هيدا هو الربا. بعدين منجي عليه شو معنى الربا، هلا ما بدي أدخل فيه. عم يربوا أموالهم على حساب الدين الباطل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ليه؟ لأنه عم يبيعون دين باطل، عم يكتالوا عليهم بدين باطل، فأصبح عم يبخسوا الناس أشياءهم وما عم ينشروا الإصلاح بالأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أصبحون شعيب عم ينهون عن الفساد، عم يقولون يحكموا بالعدل والقسط بين الناس، عم ينهون عن الفساد. أصبح كيف لازم يعبدوا الله؟ من خلال الإصلاح، يتبعوا كتاب الله لحتى يوقفوا عن الفساد، ما يعثوا في الأرض مفسدين، ومشان يوفوا المكيال والميزان بالقسط، مشان ما يبخسوا الناس أشياءهم. هيدا هو الهدف من العبادة الله، مش الصلاة الخمسة والكذا وكذا وكذا يلي بيعمل السبعة ودمتها ويروحوا بس بيصلوا خمس صلوات مشان بعدين شو الله يغفر لهم. قال على أساس الله بده يغفر لهم بياخدوا حسنات، ما هني بيعدوا الحسنات ما شاء الله عليهم، هني قانونهم بقانون الأديان الباطلة إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا بصلي خمس صلوات ربحت كم حسنة؟ شو ما بعمل سيئات يلا روحت لي سيئاتي، برجع بعمل سيئات، بروح بصلي خمس صلوات برجع شو ان الحسنات يذهب من السيئات. هذا قانون، بس مش هيك قال ربنا بيقصد فيها الايه ان الحسنات يذهب من السيئات. بالحقيقه ان الحسنات، ان ايات الله اللي هي الحسنات اللي بتحس على الخير والاصلاح هي تذهب السيئات، هي اللي بتدمر الاديان الباطله وبتدمر القوانين بتدمر الفساد بتشيل الفساد. هيدي هي ان الحسنات يذهب من السيئات. بعدين بنبقى نمشي عليهم بقانون الله غير قانونهم، مفهوم الله غير مفهومهم اللي حرفوا الدين. مشان هيك قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شو بقية الله؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وأمل. بقية الله اللي هي الكتب، الباقيات الصالحات اللي هي الآيات اللي هي بتحسن على الخير والإصلاح اللي هي بتطهرنا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شو قال لهم بس؟ وما أنا عليكم بحفيظ، أنا جاي بس وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هو عم يدعيهم للإصلاح وينهيهم عن الفساد، ولكن إذا هني رفضوا قال لهم وما أنا عليكم بحفيظ، الله هو الحفيظ ما أنا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. مهمتنا نبلغ، حاول ندعيهم للإصلاح، وإذا هني ما بدهم يوقفوا عن الفساد ساعتها حسابهم عند الله. نحن علينا ننشر الإصلاح قد ما بنقدر، نحن بنحاول ان ندعيهم للإصلاح، واذا هن ما بدهم يوقفوا الفساد وبدهم يظلموا ناس نحن بنحاول نساعد الناس هول. اكيد هن ساعتها اذا اجوا بدهم يحاربونا اكيد حييجوا يحاربوا المؤمن، اذا كانوا مؤمنين كثر ساعتها نحن بدنا نضطر للحرب، ولكن نحن ما بنبتدي بالحرب. عشان هيك ربنا هون قال له او حاله هيدا كتاب شعيب، الرسول شعيب عليه السلام، رساله شعيب. هلا نحن عم نقرا رساله شعيب، قال لهم وما انا عليكم بحفيظ. شو قالوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أصبح شو بدعاهم؟ أعبدوا الله. بشو عم يدعيهم يعبدوا الله؟ بصلاته. شو هي الصلاة؟ بالكتاب اللي ربنا أنزله. مشان هيك قالوا له أصلاتك يعني أكتابك يأمرك أن نترك. أصبح بدهم يعبدوا الله من خلال الكتاب، من خلال صلاة شعيب. يعني هني لازم يعبدوا الله، يتبعوا قانون الله من خلال صلاة شعيب. أصبح صلاة شعيب هي الكتاب. مشان هيك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، لأنه كتاب شعيب عم يقول لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتركوا عبادة آبائكم، واصلحوا بأموالكم، وساعدوا الفقراء وكذا وكذا وكذا، عملوا الخير. مشان هيك قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني أنه نستعمل المال هيدا بس في سبيل الإصلاح، ما نكون نحن أحرار بالمال هيدا تاعنا؟ لأنه هني ما بدهم يعملوا الخير والإصلاح والإحسان بمالهم، هني عم يربوا مالهم مشان السلطة والجاه والعز.
مش هيك قالوا له انك لانت الحليم الرشيد، انه شو هيدا انت عم تحكي جيد لنا بدنا نترك عباده ابائنا دين ابائنا، وانه نحن ما نفعل باموالنا ما نشاء، يعني ما نتصرف باموالنا مثل ما بدنا. قام شو قال لهم؟ قال يا قومي ارايتم ان كنت على بينه من ربي. هلا قلنا سوره البينه اللي هي رسول من الله يتلي صحف، البينه هي الكتاب مختصر مفيد. ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزق الحسن هو الكتاب الايات، بعدين نجي كمان على الرزق، رزقا حسنا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. قال لهم انا ما غايتي اني اوقف ضدكم بدينكم، يعني اللي انا عم انهيكم عن عباده ابائكم مش جاي انا مشان خالفكم، لا ما جاي لاوقف ضدكم بدينكم، ولكن جاي نبهكم دين تاعكم هيدا منو دين مزبوط. مشان هيك قال لهم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، لانه انا جاي احسكم على الاصلاح وتبتعدوا عن الفساد، مش هدفي والله بس هيك اوقف ضدكم بدون سبب وخالفكم بس هيك لانه انا بدي اوقف ضدكم او بدي احاربكم او شيء بدون سبب، انا هدفي بس الاصلاح. اصبح نحن لما بدنا نعطي رساله للجميع الناس لازم يكون هدفنا انه نحثهم على الاصلاح ويتركوا الفساد، لانه الدين هيدا بيؤدي للفساد، الاديان الارضيه كلياتها اديان بتؤدي للفساد، يعني نحن هدفنا الاصلاح والنهي عن الفساد. مشان هيك قال لهم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. هيدي العباده عم يدعيهم للعباده، يتبعوا الصلاه، صلاه شعيبي للكتاب اللي هي بتأمر بالاصلاح، بتحثهم على انه يوفوا المكيال والميزان بالقسط، ما يعثوا في الارض مرسي، بتوقفهم عن الفساد. هيدا هو الهدف من عباده الله. هون بنشوف الهدف من عباده له اتباع كتابه اللي هو الايمان بالله، رجعنا لنفس النقطه، والعمل الصالح، الذين امنوا وعملوا الصالحات. هيدي هي مختصر على طول، لاحظوا انتم كل ما بنقرا ايات على عباده بنرجع لنفس النقطه، الايمان بالله، الايمان بايات الله، والعمل الصالح تطبيقها، نشر الاصلاح بالارض والنهي عن الفساد. بسوره النحل كمان حبلش سوره النحل من ايه 70، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يشحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حوقفهم. ربنا بلش لنا والله خلقكم، عم قلنا والله خلقكم ثم يتوفاكم، بعدين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. بالنسبة للملكة الأيمان هلأ ما بدي أحكي فيه، ولكن الملكة الأيمان هن الناس اللي بحاجة، كل شيء ربنا بيعطينا إياه، ما بعرف سبق ذكرت لكم إياه، كل شيء رب العالمين بيعطينا إياه بيرزقنا إياه من مال من علم، أي علم إن كان علم برسالة ولا علم ينتفع فيه البشر يستفيد منه، لازم نعطيه للناس المحتاجة، نتقاسم خيرات الله بين بعض. هيدا هو رزق الله، رزق الظاهر والباطن، رزق للنفس وللجسد اللي ربنا نزلنا إياه. بعدين نجي على الرزق، مشان هيك ربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعضكم، بس كيف فضل ناس بشيء علم مشان يعطي للتاني على بعض، فضل بعضكم على بعض في الرزق. يمكن ربنا عطى علم لإنسان لنقول علم الكتاب، ولكن فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم، الناس المحتاجة. إذا ربنا عطى مثلا لنقول إلي فضلني بالرزق بالرسالة، أنا ما فيني رد هالرزق هيدا على الناس اللي بحاجة إلى فهم فيه سواء، لازم نحن نكون نفس الشيء. مثلا أنا درست الطب، ربنا عطاني المؤهلات والمقدرة وعلمنا أو حالنا علم الطب، أنا صرت دكتورة لنقول، يمكن أنا بقدر أدرس طب، ناس ثانية ما تقدر،
او انسان درس هندسي، انسان تاني ما قادر يدرس هندسي. الله ربنا بفوق كل ذي علم عليم علم انسان شيء، ولكن كل هالشيء في سبيل نساعد بعض فيه. يعني الدكتور لازم يعطي للملكة الايمان، يعني الناس اللي بحاجه لمساعده لازم يطببهم ببلاش، الفقراء والمحتاجين. المهندس لازم يبني بيوت للفقراء والمحتاجين اللي ربنا اعطيه القدره. كل شيء ربنا اعطانا اياه لازم نتقاسمه بين بعض مشان نساعد فيه بعض. مشان هيك فهم فيه سواء، مشان هيك ربنا قال افبنعمه الله يشهدون. نعمه الله يشهدون، نعمه الله هي الكتاب ونعم الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ربنا اعطانا نعم كثيره، اعطانا العقل نعمه العقل، اعطانا الايدين والاجرين نعمه الايدين والاجرين لنقدر نعمل ونشتغل. اما هو اللي اعطانا كل العلوم اوحى، اكثر نعمه اعطانا اياها هي نعمه الايمان، الكتب اللي انزلها للرسل، الرسالات. بنعمه الله يشهدون. مشان هيك ربنا قال والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، انواع ذكور واناث، وجعل لكم من ازواجكم من الذكور والاناث بنين وحفظة، يعني اجت اجيال بعد اجيال بعد اجيال، ورزقكم من الطيبات، من الرسالات الطيبات، الكتب، قانون الله. عشان هيك قال ربنا افبالباطل يؤمنون، بالاديان الباطل يؤمنون، وبنعمه الله هم يكفرون. عم يكفروا بنعمه الله اللي هي الكتاب. كيف منتاكد انه هون النعمه والطيبات هي الكتاب؟ هلا بنشوف بالايه اللي بعدها كيف عم يكفروا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. عم يعبدوا الأئمة، عم يعبدوا السلف الطالح، بيقول الصالح هو السلف الطالح، عم يعبدوا الأحبار والرهبان والأئمة. ويعبدون من دون الله هيدا لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ما بيقدروا يرزقون من السماوات والأرض، ما بيقدروا يعطون الجنة لا بالدنيا، يعطون الخير ولا بالآخرة، ولا يستطيعون. ما بس هيك، ما لا يملك ولا يستطيعون. لاحظوا كيف ربنا سكر لهم إياها، ما بس لا يملك ولا يستطيع ولا يستطيعون. عشان هيك ربنا قال لهم فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تعلموا الله بدينكم بعباد اللي انتوا عم تتبعوها، ما تضربوا لله، ما تعلموا الله، لأنه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم لأنه هو اللي بينزل العلم والرسالات والكتب والأنبياء، بيقلنا كيف نعبده وقالنا نتبع قوانينه وحط لنا كل علمه بالكتاب. مشان هيك إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. دين الله، ربنا هو نزل دينه عن علم. إن الله يعلم، هو عنده العلم، يجيب العلم، وأنتم لا تعلمون. أنتم ما بتجيبوا العلم، أديانكم الباطلة هاي اللي عم تعبدوها من دون الله تتبعوها. إلى آخر الآيات، مش حأرجع أقول هلأ ضرب الله مثلا بعدين بالتفصيل، إن شاء الله بنبقى نجي عليه. هون عم نشوف كيف عم يعبدوا من دون الله. أصبح هني شو عملوا؟ هني كفروا بنعمة الله بالكتاب. ليش؟ لأنه ما عم يعطوا ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، ما عم يردوا الفضل اللي الله عطاهم إياه. ربنا عطاهم أي فضل ليساعدوا الآخرين، هني ما عم يساعدوا الآخرين، ما عم يكونوا سواء. لا، إذا بتريدوا هني بده يكون معهم المال والجاه والعز، بدهم بالأرض يعثوا فساد، وبدهم يسيطروا بالأرض ويطغوا، وعم يتركوا الناس تفقر أكتر وأكتر وأكتر. شوفوا شو صار بالعالم، شوفوا قديش في فقراء بكل العالم يا لطيف. لأنه هولي اللي فضلوا عم يردوا الرزق اللي الله عطاهم إياه على ما ملكت أيمانهم، ما عم يكونوا سواء في الفقر الاجتماعي اللي منشوفه بالأرض بالكرة الأرضية. لما هني هولي الأئمة والأحبار عم يحرفوا ويصنعوا أديان باطلة، شو يعني؟ عم يردوا الفضل، عم يردوا الكتاب، هني درسوا ما فيه وعارفين الحقيقة، بس هني عم يكفروا بالله ويحرفوا بالكتب واللي حرفوا برسالات رب العالمين خلال كل العصور والأزمان اللي مرقت. مشان هيك فما الذين فضلوا، بس هني عم يردوا فضل الله اللي هو الكتاب، الرزق اللي رزقهم إياه اللي بتدعي للإصلاح. مشان هيك عم يفسدوا، مشان هيك في فساد، مشان هيك عم يشحدوا بنعمة الله. ليه عم يردوا هني أصلا؟ ليه صنعوا هالأديان هيدي؟ لأنه لهم مصلحة بالحياة الدنيا، مصلحتهم انه ما يعطوا ياخذوا بدل ما يعطوا، هيدي مصلحتهم. مصلحتهم هن الانانيه، مصلحتهم هن التكبر، عم يتكبروا على خلق الله بالاديان هيدي اللي صنعوها.
مشان يقدروا يعملوا اللي بدهم بالارض وياخذوا خيرات الارض لإلهم ويخلوا الناس تفقر، هيدي هي مصلحتهم. مشان هيك عم يعملوا الفساد، مشان هيك عم يشحدوا بنعمه الله، مشان هيك عم يكفروا، عم يؤمنوا بالباطل، الباطل اللي هو الشر، طريق الفساد الفحشاء والمنكر والبغي، وعم يكفروا بنعمه الله اللي هو العدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كان عم يقبلوا الحق باطل والباطل حق، عم يتبعوا الباطل من خلال اديانهم. هيدي هي النقطه الاساسيه، عباده الاديان الباطله. ربنا عم يقلنا بالقران بتأدي انهم يشحدوا بنعمه الله وانه ما يعملوا الاصلاح، وانه الملكه ايمانهم الناس اللي بحاجه محتاجين ما يكونوا سواء، وهن ياخذوا الرزق لهم ان كان رزق شو ما كان. هيدا هو المبدا الاساسي من صناعه الاديان تاعتهم. ربنا عم يفتحهم وهن عم يضربوا الامثال لله، عم يعلموا الله بدينهم. عشان هيك ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني نحن لازم نتبع علم الله لانه الله اللي يعلمه وهن لا يعلمون. ما لازم نتبع دينهم، لازم نتبع دين الله ونعبد. هيدي بسوره النحل. شوف كمان سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون حقت لي دغري، لا أعبد ما تعبدون وما أنتم عابدون ما أعبد عن العباد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم لاحظوا ولي ديني. لأن محمد عليه السلام كان عم يعبد الله من خلال القرآن، وهن عم يعبدوا الله ويشركوا فيه من خلال كتبهم، كتب الآباء الأولين هيدي على العباد. كمان لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أتبع قوانين دينكم، ما بتبع قانون دينكم، ولا انتم عابدون ما اعبدوا، انتم ما حتتبعوا قانون الله وانا ما حاتبع قانون دينكم وانتم ما حتتبعوا هيدي. هلا في ناس كثير ممكن كافره حولنا، هيدي بدي انوه لها نقطه كثير كثير مهمه. يعني اكثريه الناس امامنا كفار بنقول عنهم مشركين، ولكن لما نحن بدنا نجي نعطيهم العلم هول بعد عندهم فرصه ليتوبوا. نحن ما بنقدر نقول عن انسان كافر الا لما بيرفضوا رفض نهائي الكتاب. أنا كنت مشركي بالدين السني، كنت سنية، أنا تبريت من ديني وطلعت منه. نفس الشيء أنتم كلنا، ما نحن كلنا نفس الشيء، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. بركي هول كمان يا حرام الله بيمن عليهم، ما بتعرفوا. مشان هيك كل إنسان لازم نعطيه الرسالة ونعطيه فرصة ونقدر نعطيه العلم، لأن بعد ما بيوصل له العلم أمتى بيصير اسمه كافر في القرآن؟ لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هيدا كفر، ما بده بقى الرسالة. مشان هيك قل يا ايها الكافرون، قال اللي رفضوا نهائيا ياخذوا رساله بعد ما جاءهم العلم، وبعد ما دعاهم، وبعد ما حكي معهم الرسول محمد عليه السلام، بعد ما اعطاهم الرساله. مشان هيك قال لهم بالاخر قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. خلاص هون صار في حكم لله بالنهايه، بيرجع عند الله، الله بيحكم بيناتهم. هيدي هي. هلا بدنا نروح لسوره يوسف، اكيد كلنا بنعرفها. لما تليت بشو يعني بسم الله بأول سورة الفاتحة بأول جلسة، لما يوسف عليه السلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ليش جيت لهيدي الآية بالنسبة للعبادة حتى لو ذكرتها؟ بس هون ربنا ذاكر العبادة كيف. سورة يوسف آية 39 لآية 40، لما قال له يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء. لاحظين هون العبادة عم يعبدوا كتب سموها هن اللي كتبوها، أنتم وأباؤكم أصبحين شو عبادتهم؟ عبادتهم عم يتبعوا قوانين بشرية ما أنزل الله بها من سلطان. ربنا ما قالكن على العبادة هيدي، على الدين هيدا، إن الحكم إلا لله، أصبح إن العبادة إلا لله. كيف الحكم إلا لله اللي هو بالدين؟ تنشوف كيف بدهم يعبدوا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ربنا حطلنا حكمه بالكتاب. مش هناك إن الحكم إلا لله، إن نحن بدنا نتبع حكم الله اللي قالنا فيه إنه ما نعبد إلا إياه، ما نتبع إلا كتابه، لأنه ذلك الدين القيم. هيدا الحكم القيم، الدين هو الحكم كما قلنا قبل، الدين القيم. ليه قيم؟ لأنه بيدعينا للإصلاح، مختصر مفيد. ذلك الدين القيم، لأنه نحن لو بدنا نعبد من دون الله أسماء سميناها نحن وآبائنا أو دين آبائنا نتبعه، ما حنقدر ناخد الدين القيم. يعني ربنا عم يقلنا كل الأحكام، كل الأديان الأرضية ما فيها قيم، ما لنا قيمة، حتى لو بيانت لنا من ناحية فيها أنه أخلاق، ولكن من ناحية تانية الحقيقة عم تناخد نفسها. هيدا فخ بيحطوه، فخ بيحطوا شغلات حلوة بالظاهر، كل دين بيدعي للخير، وكل دين البوذي بيدعو للخير، والمسيحية بتدعي للخير والحب والمحبة،
هيدا كلياته اذا بتطلعوا بتدرسوا، اذا بتدرسوا الكتب الاديان تاعتهم هيدي كتب اسماء اللي سموها، ما حتلاقوا الا البلاوي، حتى ينفتحوا. بس الناس ما كلها بتدرس كتبهم، في ناس كثير بتؤمن بالسنه وبالمسيحيه بس ما عارفين شو في ضمن الكتب هيدي بالضبط، شو مكتوب وشو بتحس وشو بتدعي اصلا. بمجرد شغله صغيره حتى لو ما بيعرفوا الناس، في ناس كثير ما بتعرف، بس حتى لو ما بيعرفوا بيعرفوا بس شوي ظاهر الدين هيدا، حتى لو ما بيعرفوا طيب بيكفي انه يفكروا انه في شفاعه لهم، هيدي لحالها بتخول لهم انه يعملوا يلي بدهم على الارض من ذنوب، وبعدين في غفران في شفاعه انتهينا خلاص، هيدي لحالها بتكفي دمرته للدين، لانه ما حيل الانسان يقدر يصلح نفسه بهالطريقه هيدي. مثل ما انا كنت زمان فكر اقول انا كنت بالدين السني بدين الباطل دين ابائي اللي ورثته عن اهلي، كنت اقول ايه منيح لكن خي انا من امه محمد يلا والله شيء بيضحك مهزلي، شو بدي احكي الواحد، لا حول ولا قوه الا بالله. مشان هيك ربنا قال ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، عم يقلنا قلنا كمان يوسف عليه السلام، نحن هلا عم ناخذ رساله يوسف ما بس لصاحبي السجن، كمان عم يقلنا قلنا من خلال ايه هيدي، امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم، لانه الدين القيم الدين الوحيد اللي بحصل على الاصلاح وعلى طهاره النفس هو القران، ما في غيره، ما في الا دين الله، القران اللي هو التوراه والانجيل وصحف ابراهيم وكل الرسالات مثل ما قلت لكم يلي حفظت في القران اللي هي نفسها رسالات سابقه، رسالات الله هي الوحيده هي اللي هي الدين القيم، خلص انتهينا ما في غيرها. هلا كمان شوف بصوره، شوف بصوره الفرقان، يعني انه كمان هيدي بشكل عام على العباده، يعني كمان نفس المبدا قلته قبل حقت لي بصوره الفرقان بايه 17 و18، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، اصبح هون عبادتهم من دون الله هن عباده لاشخاص لبشر، مشان هيك ربنا بده يحشرهم هن واللي عبدوهم، مشان هيك قلت بدي اتليها، لانه هون بنشوف بوضوح انه بالحقيقه هن عم يعبدوا بشر مش كتب، هن الكتب في وراها بشر، الاديان الاصنام تاعتهم في وراها بشر، في وراها ملائكه، في وراها جن اللي هن البشر، مشان هيك ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، اثنيناتهم بدهم يحشروا مع بعض، فيقولوا اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، من اولياء، لاحظوا كلمه اولياء، ولكن متعتهم وآباءهم، لاحظوا والآباء كمان، لاحظوا كلمة آباء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. هذه بالآخرة ربنا يوم الحشر بده يحشرهم هني واللي عبدون من دون الله هني والناس هول، طب مين هول الناس؟ ربنا بده يسألهم فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ربنا عم يقول على شركائهم الآلهة تاعتهم انه انتوا اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل، ام شوفوا شو بيقولوا له رب العالمين، قالوا سبحانك، هون اعترفوا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، اصبحن مين عم يعبدوا؟ هيدا الدين تاعهم، مين عم يعبدوا؟ اولياء بشر، هيدي هي عبادتهم، عبادة الاديان هي عبادة اولياء، بدهم يعترفوا بالاخره انه هن بالحقيقه عم يعبدوا اولياء وآباءهم، مش هناك ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى، الذكرى القرآن التوراة الإنجيل، لأنه ربنا بكل كتاب عم يذكرنا ما تعملوا هيك وأنا ليش خلقتكم وشو صار قبل، عطول ذكر 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 ذكر، وفي آخرة وفي جنة وفي جنة، مش هناك نسوا الذكرى اللي ربنا جاب لهم إياها الكتاب مع الرسل الرسالة، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. هون بنشوف انه عبادتهم بالحقيقه بدهم هني اللي عم يعبدون هني واليائهم وابائهم بدهم يدخلوا جهنم وبدهم اثنيناتهم يتحاسبوا. كمان بسوره الفرقان من ايه 53 لايه 58 مشان نطول اكثر. اوكي. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ربنا قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ربنا عم يفرجينا انه هو اذا بتقروا سورة الفرقان كلها هو 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 الله اكبر اياته ايات 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 عم يحط لنا اياته وهو الذي مرج البحرين. فرق بين البحرين هذا عذب فرات بين الجنة وجهنم العذب الفرات وهذا ملح أجاج وحط بيناتهم برزخ وحجرا محجورا ممنوع الظالم يدخل للجنة. نشوف برضو بسورة الفرقان كيف بسورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا في أي 21 في سورة الفرقان لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يا بدهم يشوفوا ملائكة بعينهم لا يؤمنوا أنه في ملائكة يا ما بدهم يشوفوا الله لا يؤمنوا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. ليه ربنا ما قالوا يوم يرون ربهم والملائكة؟ لأنه الله رب العالمين ما حدا بيشوفه. أصبح الملائكة بالآخرة حيشوفوها، إذا هلأ ما مؤمنين فيها بالأرض حيشوفوها بالآخرة. عشان هيك ربنا قال لهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى، البشرى هي الجنة، دخول الجنة. ما الملائكة هي اللي بدها تدخل على الجنة وهي اللي بدها تدخل على الجنة. بكرة بنشوفها بعدين في سورة الأعراف سورة الزمر. مشان هيك قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا الجنة يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا. هيدي نفسها. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسترا وكان ربك قديرا. ربنا عم يعطينا آيات الأرض هون هي آية للآخرة للجنة وجهنم. مثل ما ربنا مرج البحرين بالأرض أعطانا العذب الفراتي اللي هي الأنهار نشرب منها والملح الأجاج هو بالحقيقة مجاز للجنة وجهنم للماء اللي بدنا نشربه بالآخرة بالجنة وللملح اللي بجهنم بده يكون المي مالحة. مشان هيك ربنا كل آياته بالأرض اللي بيعطينا إياها هون هي بالحقيقة أكبر دليل لوجود الآخرة. كل شيء ربنا خلقنا إياه بالأرض هيدي أكبر آيات أكبر أدلة. مشان هيك ربنا كل شيء خلقنا إياه بسبب بالأرض. ما في شيء خلقه إلا ليعطينا إثبات للآخرة. يعني وجوديتنا نحن بالأرض هيدي هو أكبر إثبات إنه في آخرة وفي بعث جسدي. مشان هيك مثل ما مرج البحرين هون في حجر محجور بالآخرة كان بيخلق جنة وجهنم. مشان هيك وهو الذي خلق من الماء بشرا في خلق فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ربنا هو اللي خلق الإنسان البشر وهو اللي خلق الإنسان كمان كان ربك قديرا كمان بالآخرة بده يرجع يخلقنا. أم ربنا شو قال ويعبدون من دون الله. مشان هيك ربنا كملها لاحظوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما هيقدروا يفوتون عن جنة وجهنم. هون بالآيات ربنا عم يأكد لنا في آخرة وجودية الأرض هيدي دليلة وجودية الآخرة. بس هني عم يتبعوا يعبدون عبادتهم من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما بيفوتون على الجنة ولا على جنم وكان الكافر على ربه ظهيرة على ربه ظهيرة عم يقف ضد الله. مشان هيك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أصبح هيدي هي وما على الرسول إلا البلاغ المبين مبشر بالجنة ونذير بالجنة. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء بإرادته هو أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بإرادة الإنسان هو بيأمن. نحن ما فينا نجبر الناس على الإيمان لأنه ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أصبح الإيمان لازم ينبع من الإنسان نفسه. إذا هو من نفسه ما طلع أصبح إذا أنا بدي أجبره معناته هو ما آمن عن جد. أصبح هذا ما دخل بالإيمان من قلبه. الإيمان لازم يصدر من الإنسان نفسه. وإذا ربنا هو أعطانا الخيار بالكفر وبالإيمان الله بيحاسبه بالآخرة. أنا علي بس وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء لاحظه مشيئته هو للإنسان أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفى به الله بيعرف
بصنوع عبادي. مشان هيك نحن بس وما على الرسول الا بلاغ المبين. نحن بنتبع محمد عليه السلام، رسول محمد عليه السلام، بدنا نقتدي فيه مثل ما الرسول عمل محمد عليه السلام. نحن هيك بدنا نعمل. هلا شوف بالنسبه للعباده بسوره المائده من ايه 73 لايه 81. ضعفوا بالنسبه للمسيح عيسى عليه السلام. معلش خلينا نبلش بايه 72. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هيدا اللي قاله المسيح، اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هلأ بدنا نشوف بالضبط ربنا شو عم يدعينا وهن شو عم يعبدوا. الحقيقة ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الكل بيعرف شو بيقول الدين المسيحي. وقال المسيح، بالحقيقة المسيح ما قال هيك، الإنجيل الحقيقي هذا إنجيل محرف، هذا مش الإنجيل الصحيح، الكتاب المقدس اللي بيسموه وما هو بمقدس يعني. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح وين؟ لأن المسيح هو الإنجيل، كلمة الله بالحقيقة. عوقته عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل، هيك قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. ما هو إجا لبني إسرائيل لأن بني إسرائيل أشركوا بالله، حرفوا كتاب يعقوب وكتاب اللي قبل وكتاب موسى وكمان كتاب داود وسليمان اللي هن إجوا قبل عيسى. بعدين نشوف كيف إجوا الرسل الأنبياء، وعيسى عليه السلام إجا بعد داود وسليمان، وداود وسليمان إجوا بعد موسى وهارون، وبين موسى وهارون وداود وسليمان كمان في نبي بسورة البقرة ربنا ما قالنا اسمه. مش مهم إنه المسيح عليه السلام إجا، لأنه كل ما الرسول عم يحرفوا الكتاب يعملوا دين ويعبدوا دين هيدا. مشان هيك قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني ما حدا بيقدر ينصرهم بالآخرة، ما في أنصار ينصرهم بالآخرة للظالمين يفوتون على الجنة. مشان هيك ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة يعني ربنا هو الأب والابن والروح القدس. ربنا هو الأب وهو الابن والروح القدس، يعني عملوا الاب والابن والروح القدس عملوا اله واحد. مشان هيك بيقولوا هن موحدين بيؤمنوا بالتوحيد، والمسلمين هون اللي بيسموا حالهم مسلمين اللي ما هم مسلمين سنه وشعب بيقولوا هن موحدين دين توحيد، والدين اليهودي بيقولوا دين توحيد، وكله كله كله دين توحيد. الله ويكيلكم احترنا. وهن بالحقيقه مشركين لانه عم يحطوا قوانين تاني اديان تاني الله ما انزل فيها من سلطان، عم ينصوا قوانين بكتبهم ويقولوا هيدي من عند الله او المسيح الرسل امرتنا فيه. يتهموا بالباطل الرسل اللي هن بريئين منه انه هيدي هن اللي قالوها مشان يغيروا قانون الله بالارض، مشان يقدروا يحصلوا على كل رغباتهم واهوائهم بالدنيا هيدي بالحياه الدنيا وعلى مصالحهم، لهم مصالح. هلا بنشوف شو مصالحهم. مشان هيك انا ليه اخترت هالايات، لانه تشوفوا
شو مصلحته؟ منين جاي الدين هيدا؟ لتشوفوا منين جاي الأديان، ما بس الدين المسيحي الباطل، كل الأديان الأرضية هي باطلة. أنا ما عم أحكي عن دين معين ولا عم أسب أي دين، بس أول أديان بشرية ربنا هيك عم يقلنا بالقرآن، ندعي الناس كلها أنه ما يتبعوها، لأنه هذا دين إشراك، أديان إشراك، أديان بشرية. جانيك ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، يعني قانون واحد، دين واحد، ربنا بس، ما في مسيح، ما تجسد ربنا بالمسيح، اللاهوت والناسوت، انه الجسد هو الناسوت والاله باللاهوت وتجسد بالناسوت بالجسد، والكلام هيدا كله. وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، يعني شو يعني بالاخر الله بده يعذبهم. مشان هيك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، افلا يتوبون الى الله ويستغفرون، يرجعوا لدين الله، يعبدوا الله لعباده الله مثل ما قال لهم المسيح، قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم، افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قال لهم اذا بتوبوا انا بغفر لكم، عفى الله عما سلف، بغفر لكم. عم ربنا هم قال لهم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا يأكلان الطعام، ولبشر من عبدوا مريم على اساس في الكاثوليك في البروتستانت بتعرفوا كلكم منقسمين، وفي الروم الارثوذكس بيقولوا انه مريم هي والدة الاله، بما انه هي جابت عيسى يعني هي ولدة الاله فاصبحت هي والدة الاله، والاب والابن والروح القدس احترنا اي واحد منهم عملوه. مشان هيك قال لهم هذا انسان بشر، هو وامه صديقه، امه صديقه صدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين بسوره التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، وأمه صديقة رسولة نبية ربنا بعثها، بل جاء بالحق مثل محمد وصدق المرسلين، صدقت بكلمات ربها بكتاب يعقوب اللي قبل وإبراهيم وكله، صدقت بكلمات ربها بكتب ربها وكانت من القانتين. سلام على مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مشان هيك وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. نفس الشيء ربنا قال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كمان ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لأنه هني كمان عبدوا محمد مثل ما عبدوا المسيح، هني كمان عبدوا محمد، المسيح بده يخلصه محمد بده يشفعله، نفس القصة والحدوتة تنعاد، ولكن بلفوها بطريقة تانية مشان يقولوا لا نحن ديننا ما مثل الدين المسيحي، بالحقيقة الدين اليهودي والمسيحي والكلياته والهندوسي كله جاي من بعضه، كله جاي من بعضه بس بأسماء مختلفة، هيدا باسم كذا ومبهرين شوي وملحين وزايدين من هون ومن هون لكل واحد يبغى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، مشان يبغوا بيقوموا أله المسيح ومحمد عملوه بالأحاديث ساعتهم، كمان إلى السنية والشيعة اللي مسميين حالهم بالمسلمين بيقولوا قال نحن لا نحن ما إلهنا مثل المسيحيين، ما شاء الله عليكم، ما أنتوا عملتوا أضرب، أنتوا عملتوا إنه الله خلق الكون كليته لمحمد وإشفعت وشفع ومكتوب الله على عرشه وعاملين كرسي وعاملينه كمان مصورين الإله، بتقولوا لا نحن ما بنقول إنه الإله بشر مثل المسيحية إنه عاملينه رجل، ما أنتوا عاملين بأحاديثكم الله عاملينه وعصفينه كرجل أمرد له إيدان وإجرين، هيك عاملينه لالله بس مخبيينا، يلا ظهروا بينوا كل احاديثكم طلعوها تشوف، بتشوفوا انه دينكم اضرب بعد من الدين المسيحي، لانه على القليل المسيح هني قال له هو بس ما عملوا لحق نسوان ومجرم. مفكرين حالهم احسن هني، ما كلهم اضرب من بعض، كلياته بده يفوت على الجنه اذا ما بيتوب. مشان هيك ربنا قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. شو عم يعبدوني من دون الله؟ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني هو اللي عم يعبدوا من دون الله المسيح، ما مين اللي قال لهم انه المسيح عبدوه؟ بني إسرائيل طلعوا الدين هيدا بعد ما توفى المسيح، عبدون المسيح وعملوا الدين بطل، ضلوهم الأحبار من بني إسرائيل وهن اللي عملوا القصة هيدي كلياتها الكاذبة، وحتى اللي اجوا بعد كمان كتبوا احاديث نفس الشيء مثل بعد محمد، ابدا نفس القصة معهم.
عشان هيك قالوا قل اتعبدون من دون الله، يعني تتبعوا قوانين من دون الله ما لا يملك لكم، ما بيقدر يفوتكم ضر. شفتوا كيف عالجنة والنفع عجني ولا نفع، والله هو السميع العليم. وبتاخذوا العلم من الله ما منهم هني. عشان هيك قال لهم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، لاحظوا، اهواء قوم اصبح دينهم عبادتهم هيدا الدين المسيحي والدين السني والشيعي والدين اليهودي، هذا كل اهواء، كله هوى، دين هوى. عشان هيك قال لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله اكبر، هون واضح انه هدفهم من صناعه الاديان ويخلوا الناس تعبد الاديان هيدي تتبعها هو بالحقيقه كله هوى، هوى قوم قد ضلوا من قبل، قبلنا مثل ابائنا ضلوا عملوا الدين هيدا صنعوه، واضلوا كثيرا، اجي قبلنا كمان اقوام كثير مشيت على الدين هيدا مدري كم سنه، وضلوا كمان هني برضو هول الناس اللي عندهم هوا نفسه كمان هني ضلوا حالهم وضلوا عن سواء السبيل. عشان هيك ربنا كملها، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم، ليش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شو يعني لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود؟ بالكتاب، لسان، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اصبح كتاب داود الله لعنهم لبني إسرائيل بكفرهم. دلال الآية هيدي، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، من كتاب داود وعيسى ابن مريم، كتاب عيسى الإنجيل، بالإنجيل لعنوا. ليش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هيدا هو دينهم الباطل اللي غيروه بيأديهم للعصيان ولأنه يعتدوا. لاحظوا شو كانوا يعملوا بدينهم اللي أنه عم يتبعوا دينهم. ولهلا شوف الأحبار، شوفوا شو عم يصير بفلسطين، بني إسرائيل بس بيحسموا حالهم إسرائيل وبيسموا حالهم لإسرائيل. إسرائيل بريء منهم إلى يوم القيامة، إسرائيل عليه السلام بريء منهم إلى يوم القيامة. هني إيه بني إسرائيل، ولكن إسرائيل عليه السلام هو رسول، ما قال لهم دينهم هيدا الباطل الناس بين حالهم لقلوا. راحوا أخذوا فلسطين وأخذوا أراضي، عم يطغوا يظلموا بالأرض هيدي، ولهلأ بعدهم عم يعتدوا. مشان هيك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، مثل هلا لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر لأن دين تتبع أهواء قوم، بأي 77 لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم. من إن هول الأهواء القوم؟ هول أهواء هو نفسهم يعملوا الدين هذا مشان ما يتناهوا عن منكر، يعني عم يأمروا بالمنكر وعم ينعوا على المعروف، هيدا هو دينهم. مشان هيك لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا، لاحظوا ربنا كملك، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يؤمنون بالله والنبي محمد وما أنزل إليه، التوراة والإنجيل والكتب كلياتها، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هيدي العبادة اللي بدي أقولكم عليها. ليش أنا تليتهم؟ لأنه قال لهم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني أصبح عبادتهم المسيحية هي بس مشان يدخلون شو؟ مشان المخلص وخلاص أخذ خطايا الناس مشان يدخلون على الجنة. بس ربنا قال لهم ما هيتدخلوا على الجنة، قال لهم ما تتبعوا أهواء قوم، قال لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق. لا تغلوا يعني الغلو هو الزيادة، هو الجهر، عم يجهروا. لا تجهروا يعني لا تجهر بصلاتك، لا تغلوا في دينكم، ما تزيدوا، لأنه لما بيحرفوا الدين هيك عم يغلوا في دينهم غير الحق، عم يقولوا شيء غير حق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، أصبح عبادتهم للدين المسيحي والدين السني والشيعي والدين اليهودي والدين البوذي والدين الهندوسي وحتى الدين العلماني. بالحقيقة هذه كلها أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أصبح نحن لازم بس نتبع نعبد رب العالمين من خلال كتابه، الإيمان بالله والعمل الصالح، مشان ما نعمل المنكر مثل بني إسرائيل لما خرجوا عن كتاب الله صاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مثل برضو كل العالم، لاحظوا أنتوا خلال العصور قديش صار في مثل بالتاريخ الحروب اللي صارت بالأرض قليلة. بعد المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، صار ايام صليبيه، دبحوا
قال له يا لطيف باسم الصليب، باسم المسيح، بيقولوا باسم المسيح عم يذبحوا ويقتلوا باسم الصليب بتاعهم. والعرب بعد ما شاء الله عليهم اللي بيسموا حالهم مسلمين، قليل ايش عملوا بعد وفاه الرسول؟ انقلبوا على اعقابهم، لو كانوا يقصوا روس. وهيدي النتيجه هلا بنشوفها، هلا الكفر والضلاله اللي بيقولوا 1400 سنه، قليل حروب التاريخيه، حروب الاسلاميه اللي بيسموها حروب اسلاميه والغزو الاسلامي وكله كله كله بالاجرام. وبني اسرائيل سبحان الله لهم سنين هن راس الافعى من ذريتها من حملنا مع نوح لهلا، وبعد الفساد والظلم ما في الا الظلم والفساد من الاديان هيدي. مين بده يسيطر بالارض اذا بنطلع بالتاريخ كلياته؟ وايام اليونانيه ياما يعبدوا الهه بالجمع باديانهم هن الباطله، قليل كمان شو طغوا وعملوا والرومان واللي بدكم، يلا هلو ما جر كل واحد بدينه. فهيدي هي النتيجه اللي هو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يعني هولي اهواء قوم عم يتخذوا اولياء عباده ولكن كثير منهم فاسقون. هيدي هي. بعد في بسوره الانعام اي 56 بسوره الانعام واي 57، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. حكملها الآية اللي بعدها، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. كملت أقصد مشان كلمة الظالمين انتبه عليه. أوكي. لاحظوا بآية 56 ربنا عم يقول الرسول محمد عليه السلام قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أن أعبد الذين تدعون من دون الله. مش كمل قل لا أتبع أهواءكم، أصبح دينهم هني هوا هوا نفسهم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني معنات الدين السني هو دين هوا نفس، كل دين أرضي هو دين أهواء، خلص خدوا قاعدة. بيقول لكم ليه اخترعوا الأديان وصنعوا الأديان؟ مشان أهوائهم تعينا، هذا كله هوا نفس. مثل ما هني بيحبوا بيكتبوا، مثل ما هني بدهم بيتمنوا بالآخرة بيعملوا بيكتبوا، مثل ما بيتمنوا واحد يموت شو يصير فيه بالقبر بيعملوا، بيسمعوا عذاب القبر هيدا هوا نفسهم بيعملوا مشان يخوفوا الناس، عندهم مصالح من وراها وحده ينتبه منه. كل دين باطل هو هوا، ما في مجال هوا نفس. مشان هيك قال لهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إذا بده يتبع أهوائهم بدينهم يعني أكيد. بس أنت ربنا قال له إني نهيت أن أعبده لما جاءوا البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بس هون يقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أكيد لما جاءوا القرآن. مشان هيك كمل لهم إياها بآية 57، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أصبح هو الله نهاه يعبد الأهواء الأديان الباطلة مشان يعبد البينة، مشان يعبد البينة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. هوليك ما بدهم يعبدوا البينة، البينة هي القرآن، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، محمد عليه السلام فيه كتب قيمة البينة. مشان هيك بس هني كذبوا به، كذبوا بشو؟ بالبينة اللي هو بالكتاب. مشان هيك كذبتم به. قال لهم ما عندي ما تستعجلون به، ما أنا عم يستعجلوا بالعذاب. ايه يلا جيب لنا العذاب لأنه ما مصدقين، عم يكذبوه. مشان هيك قالوا ما عندي ما تستعجلون به، انا ما فيني احطكم بجهنم، عم تستعجلوني بالعذاب، انا ما بايدي، ان الحكم الا لله، الله اللي بيحكم عليكم بالاخره يقص الحق. الله بيقلكم الحق بالكتاب انه في اخره وهو خير الفاصلين، وبالاخره هو بيفصل. الله قالكم انه في حكم له، مشان هيك يقص الحق. انا ما بقدر اجي لكم من عندي، هو اللي يقص الحق والحكم له بالآخرة. أنا ما عندي ما تستعجلون به. إذا قالوا لكم إيه بتحكوا في عذاب، نحن نقول نحن عم نعطي رسالة. إذا حدا قالنا إنه شو في جهنم مستهزئ، أنا ما عندي والله ما تستعجلون به. أو إذا قالوا جيب لنا العذاب مثلا، بنقول لهم مثل ما ربنا قال إن الحكم إلا لله يقص الحق، هو يقص الحق، يحط لكم الحكم وحط لكم إياه، قص لكم إياه الحق إنه في آخرة وهو خير الفاصلين، هو اللي بيفصل فصل بين يعني الجنة وجهنم.
هو خير الفاصلين، خير الفاصلين مظبوط، بده يفصل بين الجنة والجهنم، ولكن هو كمان بده يفصل بيناتنا. يعني ربنا هو خير الفاصلين، يعني هو اللي بيعرف بالضبط مين بده يفوت على الجنة ومين بده يفوت على الجهنم تحديدا. يعني هون عشان هيك خير، خير الفاصلين، هو بيعرف يحكم عليكم، هو الإله الوحيد اللي بيقدر يفصل، خير الفاصلين، يعني هو بيقدر يعرف مين بده يفوت على الجنة بيستاهل يفوت على الجنة ومين بده يستاهل يفوت على الجنة، ما أنا. مشان هيك نحن ما بنقدر نعرف الحكم لله، ربنا هو بيعرف بالآخرة شو بده يصير. مشان هيك قال لهم رسول محمد عليه السلام: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، والله أعلم بالظالمين. شو يعني؟ يعني معناتها عبادتهم، لما قال لهم قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونك قل لا أتبع أهواءكم، أصبح هو نفس دينهم الباطل لشو أدى؟ للظلم. ربنا آدم ذكروا ظلمنا أنفسنا، آدم وزوجه يعني آدم ونوعه من البشر ذكور وإناث، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، عشان هيك والله أعلم بالظالمين. الله بيعرف. أصبح أديانهم كلياتها هي بالحقيقة عبادتهم كلها هو نفس ما أكثر، ومشان يعملوا السبع ودمطب الأرض ياخذوا السلطة والحكم والمال والجاه والعز وكل شيء اللي بتكون حياة الدنيا في سبيل الحياة الدنيا. هذه هي، حوقف هون إن شاء الله. المرة الجاية بنشوف ربنا شو قال: إياك نعبد وإياك نستعين. المرة الجاية بكملها لأنه طولت عليكم.